وين تصريح الدفن؟ الباي بحياتكم. حياتك الباي سيدنا. عمال معروف افتح النعش، بدي يترحم على المرحوم. شو نفتح النعش يا سيدنا؟ الأموات اللي انحرمتهم ما بصير يا سيدي. اسمع الكلمة وما تجادل، هاي إجراءات أمنية. افتح يا ناصر، خلصونا في الليلة اللي مش عايزة تعدي دي. خليك محضر خير يا أستاذ ناجي، بوس إيدك يا سيادة الضابط، يعني هذا أبي ميت ورايحين ندفنه، شلون بدنا نفتح النعش حرمة ميت هي يا سيدي؟ الله يرحم أمواتك. قلت لك افتح النعش، أوام. خلاص إخواننا بقى ما تكبروش الموضوع. إيه والله الحكي ما بصير. عسكر، افتح النعش. إيدك لفوق، لفوق. حشيش، الله يخرب بيوكم. أنا ماليش دعوة حضرة الضابط، أنا أصلي شورت لهم في الطريق عشان أركب معاهم وعربيتي كانت عطلانة. أنت بالذات ما بدي أسمع صوتك. أنا برا الموضوع خالص، أنا تبع أبو حسين، يا ريت حد يكلم أبو حسين يجي يشوف لنا حل في المصيبة اللي إحنا فيها. خلاص ولا كلمة، شو قدامي؟ يلا. أنا دبلوماسي سابق، أنا راجل محترم. لكن شو قدامي؟ شو قدامي؟ يلا. يلا لجوا. يا سيدي والله مالي علاقة، أنا شو دخلني؟ أنا شوف رأي سيارة انت في الموتى، إن شاء الله كل تابوت بحطوني إياه بالسيارة، بدي أقعد بحبش فيه. ونحن كمان يا سيدي ما لنا علاقة باللي موجود بالتابوت، الله وكيلك كنا طالعين على الطريق ومعنا جسد المرحوم، الله يرحمه، أبصر شو عملوا يمكن بدلوها يا سيدي. مظبوط سيدي كلام أخي مظبوط سيدي، هذا الزلمة تسلط علينا بنص الطريق، قال طالعوني معكم، والله قرعت أبوه منين ما بنعرفها، طالعنا يا سيدي قلبنا طيب، طالعنا وأخذوا أبي سيدي وحطوا بالتابوت. حشيش حشيش. انتوا حتلبسوها لنا؟ لا ده انا وديكم في داهيه كلكم. انا عايز ابو حسين حضره الضابط، انا دبلوماسي السابق. حضرتك وين كنت تشتغل دبلوماسي؟ نعم سمعت السؤال. في تل ابيب. اسرائيل. يا اهلين بشرفي لقيتك، مش حتعدي على خير. إجا الوقت اللي رح تدفع فيه ثمن العمالة والخيانة. يا حضرة الضابط أنا مالي خبر، ها علي الحلال لو بعرف إنه هو عميل لإسرائيل ما خليته يحط رجله بالسيارة. أخ يا عديم الوطنية يا خاين يا عيب الشوم. حضرة الضابط الشغلة مو حشيش وحشيش، القصة أكبر بكتير، هي جاسوسية، هي اختراق للأمة العربية عن طريق هيك شكلات يا سيدي. اللي تشوف كيف كنت عم تتجول بالطرقات؟ مين اللي ساعدك؟ لك شو يا سيدي مين اللي ساعده؟ سيدي هذا الزلمة بساعد بلد بحالة سيدي، هذا الزلمة خطير جدا جدا سيدي، عميل كبير سيدي، مخترق هالأمة كلها يا سيدي، عنده شبكة كبيرة، أكبر ما بتتصور بكتير يا سيدي، ديروا بالكم منه سيدي، ديروا بالكم. عملتوها قناة الجزيرة بتوع الحشيش؟ أنا عايز أكلم أبو حسين فورا فورا. وأنت بس ما تقول كلمة عادلة يا أخي، إحنا مش لسه كنا زي السمنة على عسل. اسمع يا عميل يا خاين، ها بعمري بحياتي ما عاد حط وشي بوشك ولا لساني خاطب لسانك، ولولا تكون ايدي هيك مكلبشه ولكن تشلختك تشليخ. 500 اسره عربيه ستحتفل غدا بعيدين، عيد الفطر المبارك وعيد اخر هو عوده المعتقلين الذين كانوا محتجزين بالسجون الاسرائيليه بعد ان قام حزب الله باسر 8 جنود اسرائيليين تسللوا عبر الحدود اللبنانيه، وستتم عمليه الاستبدال في صباح الغد. هن والله يا سيدي هن، وهذا الرجال واقف قدامنا. لك هن مين؟ هن الأسرى الإسرائيليين اللي كمشوا حزب الله، أكيد هربوا. الله ينور عليك يا بسام، سلموني لأبو حسين. أنا خائن وعميل وابني كلب، بس الحشيش ده برضه مش بتاعي.